قضاء جبير رح يشهد على عدة مشاريع إنمائية سيتم إطلاقها على يد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمو أبي رميا. تم الإعلان عن اتفاق بين اتحاد بلديات جبيل ومنطقة باكا الفرنسية أي بروفانس ألب كوت دازور اللي رح تأمن تمويل فرنسي لمشاريع بقطاعات الصحة، التربية، البيئة، الشباب والرياضة. الهدف أنه نبلش نشتغل على مشاريع بيننا وبين بين جنوب فرنسا حول مشاريع وبرامج هادفة. أول مشروع هو هلأ رح نطلق الطاقة الشمسية بعشر مدارس بجرود جبال من أرطبة للعقورة لإهمج لمشمش ميفوق إلى ما هنالك. بذات الوقت في وثيقة تعاون عم نشتغل عليها وبتبلش سريعا مشان مساعدة الصحية من أجل إمداد قضاء جبال بمستوصفات ومراكزه الصحية بإدوية ومساعدات صحية، بالإضافة لتبادل خبرات. ورح يصير في كمان تنسيق مع أكبر مدرسة للممرضات بطولون بالمنطقة كمان بالسود، من أجل أنه كمان يجوا يدربوا ممرضاتنا بمستشفيات جبال، وكذلك نبعث من وقت لآخر ممرضات من جبال يكونوا عم يعملوا عمليات تدريب بفرنسا. تم توقيع اتفاقية إعلان النوايا بين جبال وباكا بمسعى من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية سيمو أبي رميا. هالاتفاق وقع بين اتحاد بلديات جبال ممثلا برئيسه فادي مارتينوس والوفد الفرنسي برئاسة رئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس ألب كوت دازور باكا رونو ميزوليه بحضور نواب جبال وفعاليات المنطقة. إنها رسالة تضامن تجاه اللبنانيين الذين يعانون كثيرا ويجب مساعدتهم، وفرنسا وتحديدا منطقة بروفانس ألب كوت دازور جاهزة للمساعدة، ولدينا اتفاقيات شراكة مع مختلف المناطق اللبنانية مثل جزين، سور وبيبلوس، ونحن نعمل بشكل أساسي مع البلديات أو مع اتحاد رؤساء البلديات، لأن ما يعمل بشكل أفضل في هذا البلد أو الأقل سوءا هو التعامل مع الأشخاص الذين يسعون دائما إلى مساعدة السكان. جولة الوفد الفرنسي بدأت من قلعة جبيل، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل عن تاريخ القلعة والمدينة، واستكملت الجولة بسوق جبيل الأثري، وشارك الوفد بالقديس الإلهي. الثقة هي أهم شيء يجب استعادته في هذا البلد، لذا جاء الرئيس ماكرون مرتين. نعلم أننا نستطيع مساعدة لبنان، ولكن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم أيضا. لبنان قادم على استحقاقات مهمة مثل الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، حيث يجب إعادة الثقة للشعب، وبهذه الثقة ستعود المساعدات الدولية، ولا سيما مساعدات صندوق النقد الدولي التي تبدو لي ضرورية للبنان. ومرة أخرى أقول لجبيل، إن القلب هو الذي يتكلم، سيظل دائما مع مسيحي الشرق. إذن المشاريع اللي عم يتم تطبيقها بجبيل ممكن تكون عم بتصير على صعيد البلد كله، بحال تم بناء الثقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي عبر انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة.